بسم الله. برنامج فلور بلان 3D بيرسم البيانات بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يعني ممكن مجرد بس كده أبدأ أرسم حيطة وأبدأ أظبط شكل البيت بتاعي زي ما أنا عايز. عايز مثلا أحط جواه أي حاجة أنا عايزها، أبليكيشنز مثلا أقدر أسحب وأحط. زي ما انا عايز، تمام. لو انا عايز اشوف الحاجات دي بقى في 3D بدوس هنا اشوف المنظر 3D زي ما حضرتك شايفين. الكاميرا بدأت تتحكم فيها زي ما انا عايز. ممكن ان انا اعمل حاجة احترافية بالبرنامج دوت زي ما حضرتك شايفين. هو برنامج سهل وبسيط ومع ذلك بيديني امكانيات قوية جدا زي البرامج الاحترافية. عمرو سليم.